صباح الفل، ازيكم؟ هقولك لسته يعني حاجات اغلبنا كامهات مع الوقت حسينا ان احنا ندمنا اننا اشتريناها، او كان نفسنا نشتريها في توقيت غير التوقيت ده خالص، او نستخدمها بطريقه مختلفه. اول حاجه بالنسبه لي هي الشامبو الاصفر بتاع جونسون. يعني من في امهات كتير بتبتدي بيه اول ما تولد البيبي، مع اني مثلا شايفه ان الاخضر احسن مثلا، او طبعا في انواع اخرى، بس الاصفر بالذات انا بحس ان هو بينشف شعر الولاد جدا. التاني حاجه هي الكاريكوت، او في ناس بتسميها شنطه البيبي، او في ناس بتقول عليه السرير الصغنن المتنقل ابو ناموسيه. ده بصي هو حلو، بس لازم تبقي عارفه ان انت هتدفعي فيه فلوس كتير وهتستخدميه امتى؟ بس اول شهر مثلا او شهرين بكتير. مشكلته ايه؟ ان البيبي لما بيتحط فيه بيبقى تقيل جدا على الشيل، غالبا بتضطري تشيليه بايديك الاثنين. الاطفال بتصغر عليه بسرعه، فبعدها بتكهنيه بقى، بتشيليه ما بتعمليش بيه حاجه. بس ممكن ساعات نستخدمه استخدام تاني، ان انت بعد كده تستخدميه كسرير للبيبي. يعني ممكن يمشي معاكي مثلا لغايه 5-6 شهور ان انت بتحطي فيه البيبي لما تيجي تنيميه مثلا على السرير، عشان ما تبقيش خايفه ان هو يقع. ولو ان في اطفال لما بتكبر قوي بتبتدي تحط رجليها من عليه برضو وتتقلب، فخدوا بالكم، ربنا يحفظ الولاد. فلو ميزانيتك قليله مش لازم هو يبقى الاولويه بتاعتك. بالنسبه لكوبايات الاطفال، انا شايفه ان الاستثمار في الكوبايات الرخيصه مش حلو. مش ما تفهمينيش غلط، انا قصدي ايه، انت لو ميزانيتك قليله هاتي كوبايه بلاستيك عاديه بس تكون بي بي اي فري، او كوبايات بيتك العاديه وامليها قليل وشربي ابنك على قد خلاص. يعني ظروفك ده جميل، ما فيهاش حاجه، اما الاطفال زمان كانوا عايشين ازاي. لو ميزانيتك عاليه هاتي كوبايه نظيفه حلوه، استثمار. انما في كتير من الكوبايات المتوسطه قفلتها وحشه، بتدلدق الميه اللي فيها، تيجي مثلا الطفل يشرب بينها تحسي ان هي اتبططت، السيليكون بتاعها بيبقى طاري زياده عن اللزوم، فبتبقي دفعتي فيها مبلغ وبتحسي ان هي ما ادتكيش النتيجه الخرافيه اللي انت كنت مستنياها منها. سرير البيبي هتلاقي امهات كتير قوي بتعترض عليه، وامهات تانية بتقول لك ده انا ما اقدرش اعيش من غيره. هو احلى حاجه لو هتجيبي سرير بيبي تجيبي سرير بيبي مفتوح عليكي لو انت بترضعي طبيعي، لانه هيبقى مجهد جدا ليكي لو انت بترضعي طبيعي، بالذات في الشتاء ان انت تقومي كل ساعتين ترضعي، فهتلاقي نفسك في اخر يعني بعد ما بتحاولي على قد ما تقدري، بعد كده بتجيبي البيبي تحطيه على كتفك وتناموا انتوا الاثنين. فلو انت بترضعي طبيعي هاتيه مفتوح ليكي اكتر، ويا ريت تجيبيه واسع، لانك لما بتجيبيه صغير بيكبروا عليه بسرعه جدا. بالنسبه لشفاط الثدي اللي هو الامهات بتطلع منه اللبن مثلا لو هي هتنزل الشغل، او حشنوع، اوعي تجيبيه اللي هو بيبقى بدايره كوره مطاطيه حمراء، ده بيأذي جدا جوه القنوات بتاعه الثدي، واصلا مش معقم. فلو جيت طلعتي منه لبن، ده معمول عشان اللبن يترمي، عشان بس انت لو عايزه مثلا تشفطي منه، فاوحش نوع من فضلك اوعي تلجئي له ابدا، وانا حاطه لك صورته. الحاجات اللي اغلبنا ندم ان هو جابها البافيتات الصغيره اللي برباط اللي ما فيهاش مشمع من تحت، هي بيبقى شكلها كيوت جدا جدا، بس الحقيقه انك حتى ما بتستمتعيش بالكيوتنس بتاعتها، لانك مع الوقت ما بتستخدمياش خالص، وبتبقي عايزه العمليه اللي فيها مشمع، اللي بكباسين، فمش هتفضلوا تتخانقوا عشان تربطوها، اللي بتتنضف يعني فاهمه بسهوله. ودايما انا من انصار بافيتات كتير احسن من بافيتات قليلين غاليين، لان انا فعلا ببقى عايزه حاجه تسعفني، والشياكه ما بتنفعناش يا ديحه خالص لما بنبقى تحت ضغط. طبعا ده غير انه كده كده لما بنخرج بنقلع البافيتا يعني عشان يبقى شكلنا امور وكده، ما بنستفدش خالص من الشياك. الشامبوات اللي حجمها كبير، انا عايز اقولك انت البيبي ده هتجيبي له علبه شامبو قد كده، او علبه اللوشن اللي قد كده، وتعيش معاكي سنه لغايه ما تزهقي منها. وساعات كريم الحفاضات الكبير ده هيعيش معاكي كتير جدا. فانت قبل ما تولدي بتبقي عايزه تجيبي في الاوفر الحاجات الارخص، ده انا عايزه اقولك الحاجات بتقعد معاكي كتير جدا، وساعات بيبقى النوع ده وحش انت مش مرتاحه له بس مكمله عشان انت متدبسه في العلبه الكبيره. التتينه من اكتر الحاجات اللي الامهات دايما عندها مشكله مع الاطفال فيها دلوقتي في الزمن ده. ليه؟ لاننا بدانا ناجل دخول التتينه مثلا لغايه ما الام تتمكن من الرضاعه الطبيعيه والطفل يتعلم الالتقام السليم، فبقت التتينه بتدخل متاخر جدا، فبقت الاطفال كلها بترفض التتينات. بنجيب بقى التتينات الغاليه الحلوه اللي هي بتحافظ على الفك، وبطلنا خلاص التتينه المدوره العتيقه الصفراء القديمه عشان نحافظ على فك الولاد، فالولاد ما بتحبهاش، الولاد عايزه اللي ايه ارخص حاجه تقعد تمص فيها. فالتتينه لما تجيبيها لازم اولا
على طول اول ما تتقني الرضاعه تستخدميها، ما تتاخريش. وطبعا ده بيختلف من ام لام. ثانيا هاتيها رخيصه مش غاليه، يعني متوسطه، اللي هي بس تبقى مبططه، مش لازم تبقى اغلى حاجه. ولو هتجيبي الغاليين قوي هاتيهم من جروبات فيسبوك، ارخص بكتير جدا من الصيدليات ومحلات لعب الاطفال. حاجات برضو اللي انا ما بستخدمهاش خالص وبجيبها وبحنطها جنبي، البيبي اويل. انا شايفه انه لو انت عايزه ترطبي جلد الطفل يبقى الاحسن ان انت تستخدمي اللوشن مش البيبي اويل. البيبي اويل بيسد المسام. البيبي اويل اغلب الانواع اللي في السوق، يعني مثلا الارخص هتلاقي فيها شحوم، يعني حاجات سينثاتيك او صناعيه مش زيوت طبيعيه. دايما لازم تركزي هو في زيت طبيعي ولا لا. فلما بيتحط بيجيب للولاد حمو النيل، ما بيبقاش حلو خالص. انت عايزه الجلد يتنفس، وبيحرر العيال كمان لو استخدمتيه. فانا من انصار لوشن بدل بيبي اويل. بيبي اويل بقى بيبقى حلو في ايه؟ في المساج مثلا، يعني في السن الصغير قوي، لو طفلك مثلا مولود مثلا في الربيع مثلا مش الحر قوي، ان انت تستخدميه وانت بتعملي مساج للبطن عشان الغازات. اوكي ماشي، لو انت يعني من الستات الجميله اللي بتعمل مساج للبيبي فهينفعك. غير كده لوشن ونخلص، ده لو لحقنا ندينه اصلا. برضو من اكتر الحاجات اللي الامهات دايما بتتدبس فيها هي ان البيبي لما بيتولد بنجيب له طواقي كتير جدا، وبنجيب له جوانتيات كتير جدا. الجوانتي اللي هو القفاز اللي بتلبس، والطاقية اللي هي الشابو او غطاء الراس. لما بتجيبيهم كتير ما انت اصلا ما بتستخدميهمش غير في الاول اول ما يتولد، فكتير عايزة اتنين يعني حلوين قوي. تغسلي واحد او مثلا ثلاثة، عشان لو هتغسلي ما تجيبيش اعداد كبيره وكيوت والكل سالوبات الجوانتي والطاقيه بتاعته، لان كل دول انت اللي بتستخدميهم في الاخر. السالوبتات النيو بورن برضو يا جماعه، السالوبات النيو بورن ده يعني زيرو، مقاس زيرو، بيعيش معاكي حوالي اسبوعين وبعد كده بيصغر جدا على الطفل. فالاحسن تجيبي اللي هو زيرو لتلاتة، او في الاصناف المصري بيتسمى من شهر لتلاتة. انا عايزه اقولك انت لو جبتي المصري اللي من شهر لتلاتة هو اصلا هيعيش شهرين بس، مش هيعيش تلاتة، لانه طبيعه المقاسات المصري صغيره فبتوسعي دايما وانت بتجيبيها. انا مش بقولك ما تشتريش سالوبتات نيو بورن خالص، لان البيبي اول ما بيتولد برضو بيبقى عايز حاجه مقاسه شكلها لطيف، وعشان كمان تلمه، لان التاني بيبقى واسع عليه قوي فبيبرده. هاتي بس ما تكتريش قوي. الناس كلها كل تركيزها بيبقى على نيو بورن، وبيجيبولك هدايا كمان نيو بورن، وبعدين بتيجي بعد اسبوعين تحسي انه طولوا عليهم. وطب انا هعمل ايه؟ هعيش ازاي لغايه ما الثلاث شهور يخلصوا؟ من الحاجات اللي انا بصراحه ندمت ان انا جبتها، بس دي برده فروق فرديه، السجاده البيانو، اللي هي السجاده الصغيره دي اللي بنحط عليها البيبي ونحط عليها الحاجات اللي فوقيه. انا بحب الكبيره، الكبيره الواسعه اللي بتبقى عاليه ولعبها عاليه اكتر، وبتبقى مديه مساحه للرجلين. المشكله ان الصغيره دي عشان هي دوبك على قد ان البيبي يدوس برجله على البيانو، ما بتنفعش مع البيبي لما يبتدي يكبر ويدوس برجله بجد. يعني مثلا 3 4 شهور بتحسي انه خلاص طول عليها، هو راسه كلها بره، فما بيبقاش مرتاح جواها وبتبقى كنزه عليه. البيانو اغلبها الانواع صيني فبتبوظ بسرعه جدا، او بتضطري تشغليها عن طريق الكهرباء، وده خطر جدا على الولاد. اللعب اللي فوقيه بتبقى قربت قوي، فما بتبقاش بقى مريحه. التانيه بتبقى عايشه معاكي فتره لغايه ما الطفل يتم سنه او اكتر، خصوصا في فتره النوم على البطن والنوم على الظهر والكلام ده، لانه بيشد ويجيب فيها. وبرده لو انت ميزانيتك محدوده ما تستثمريش قوي في البلاي مات واللي هي الملايه دي او السجاده دي. ليه؟ لانه اغلب الولاد عندها ارتجاع، فانت بتقضي اول 5 شهور من حياتك مش عارفه تحطي عليها. انت دايما حطاها مسنود على حاجه 45 علشان الارتجاع ما يزيدش. ساعتها ممكن تجيبي لعبه من اللي بيتعلقوا وتعلقيها له عندك، مثلا في الكرسيت مثلا اللي هو كرسي البيبي، كرسي الهزاز، المرجحه، ان شاء الله يا رب تعلقيها على عمود جنب السرير بحيث ان الطفل يشوفها يبقى عايز يمسكها. وساعات بنشتري العواميد على فكره نفسها، السفنج دي، ونعلقها ونثبتها كده في الكنبه ونحطها له وخلاص، من غير ما نشتري كل الليله الكبيره دي وندفع فيها فلوس كتير.